اهلا بيكم بعد الفاصل، وعايزين نتكلم عن جسم متناسق يكون شكله كده كويس وما يكونش ما ناخدش باودر هرمونات. الشباب دلوقتي كلها عايزه ترسم بقى الفورمه وفورمه الساحل والحاجات دي كلها، فكله بيلجأ مثلا للحقن والهرمونات وحاجات كتير بتضر الجسم. كل ده هنعرفه من استاذ عبد الحميد. حضرتك اهلا وسهلا منورنا. اهلا وسهلا بيك يا اهلا فندم، بحضرتك شرف ليا استاذ موجود عبد مع الحميد حضرتك. حسني، طبعا الشاب الممثل. انا النهارده عايزه اكلمك بقى في حته تانية خالص، حته الجسم بقى اللي هو الجارد والحاجات دي كلها، بس بدون بقى عقاقير وبدون حاجات تتاخد، يعني تعرف الحاجات دي كلها ليها اضرار في طبعا الجسم يا وكده، فندم، طبعا. فعايزاك تكلمني عنها شويه. بص يا فندم، هو اللي بيخش الجيم او رجال كمال الاجسام اول حاجه لازم يفهم هو داخل يعمل ايه. انت داخل تعمل فورمه، داخل تعمل عضلات، داخل تظبط قوتك، تظبط جسمك. فانت بتلجا ان انت بتتعرف الاول على المدرب، تعرف عليه، تصاحب المدرب، تفهم اللعبه بتتكلم عن ايه. اللعبه بتتكلم عن انت تنام كويس، تاكل كويس، تتمرن كويس، بس بتعمل فورمه كويسه عن طريق هنا يعني ممكن يعمل فورمه كده كويسه من غير ما يلجأ للحقن خالص يا فندم، والعقاقير خالص من غير اي حقن، خالص من غير عقاقير. حضرتك بتخش الحقن دي بتاخدها ليه؟ في بودي جارد بياخد الحقن دي خاطر عايز يعمل فورمه اللي هو عايز يشتغل بيها. حضرتك مش بودي جارد، مش عايز تعمل بودي جارد، في حد تاني عايز يعمل مثلا فورمه الساحل، اللي هو بيقول لك مثلا عايز اعمل مثلا فورمه الساحل. طب حضرتك بتعملها لمده 3 شهور او فتره مؤقته، في الصيف كل الكلام ده بينزل. يعني مجرد ما حضرتك مثلا اخر الصيف خلاص خلص اهو، داخلين على الشتاء، كل الكلام ده بينزل، لان الهرمون بيقعد في الجسم فتره معينه، واول حاجه بيبدا شغال في الكبد من 14 يوم لحد 15 يوم، شغال في الكبد كل دوت دايركت. يا نهار ابيض، طبعا بيأذي الكبد. طبعا يا فندم، بيكسل الكبد فتره طويله. فحضرتك عايز تعمل فورمه كويسه، حضرتك بتحب اللعبه، بتنام كويس، بتاكل كويس، بتظبط وجباتك الغذائيه، بتصرف اللي انت عايز تصرفه على الحقن، بتصرفه عن طريق الايه؟ الاكل كويس. التدريبات طبعا. والاكل. حضرتك بقالك قد ايه في مجال التدريبات؟ 12 سنه 12 ما شاء الله. طيب وممكن اتولدت في اللعبه. طيب ما شاء الله، ممكن حد يجي لك تظبط جسمه وتظبط شكله ويبقى شكل كده شبه الجارد او شاب حتى عادي طبعا من غير اي هرمونات او اي خالص حاجه؟ يا فندم، خالص. طيب انا بنصح، بس بقول له حضرتك هتاكل كويس، بفهمه الاول ان اللعبه دي اصولها ايه. حضرتك بتاكل كويس، بتنام كويس، بتتمرن كويس، بتحب اللعبه، بتشغلش دماغك باي حاجه تانية غير تمرينك فقط، بتصرف على اللعبه، بتديك حضرتك مثلا كل 3 ساعات ليك وجبه. فطارك مثلا الصبح مثلا سلطه، بيض، فول، الكلام ده كله. بعديها ب 3 ساعات مثلا عايز تاكل بقى وتصرف كويس، بدل ما تاخد حقن وتاخد هرمونات وتاخد باودر، بتاخد بعديها مثلا 3 ساعات مثلا ايه، حته مثلا فرخه مع شويه سلطه مع شويه رز، بعديها ب 3 ساعات تاني مثلا حته سمك مع مع شويه سلطه. تمرينات معينه طبعا. وشيل حديد لا لا، مع مع بتروح اللعبه الحقن، ما تبصش الاول لايه، نشيل وزن. يعني حضرتك في اول مثلا بدأ اللعبه ما بتفكرش خالص في اي رفع وزن او في شيل وزن خالص، بتحب اللعبه وتلعب حتى لو بلاطين او 3 بلاطات، عندنا اللي هو 3 بلاطات فوق بعض اللي في التدريب بس. طيب انا متهيالي بقى ده كده حضرتك كنت في مجال التدريب، وده كده اهلك انك تبقى ممثل. طبعا حضرتك مشهور بعبد موتة، واحكي لنا يعني ايه عبد موتة، وحضرتك دخلت مجال التمثيل بقى ازاي؟ قبل مجال التمثيل انا اشتغلت في مجال البودي جارد، شافني حد كنت شغال في الجيم عندي في الهرم، بشتغل مدرب يعني. فشافني حد، عبد انت عامل فورمه كويسه وكويس، عايزينك معانا في نادي، اشتغل معانا في نادي، نادي عندي في الهرم، نادي اسمه نادي الطلبيه، مشهور جدا. المهم يا فندم اشتغلت فيه، بعد احنا ما اشتغلت معانا في النادي الصور على الشاشة. طبعا دي صور دي في مسلسل طايع. طايع طبعا. هي انا بخطف استاذ عمرو يوسف في مسلسل طايع، ايوه. بخطفه من السجن. طب بكممه بجد، ما بهزرش. هنا مع في مسلسل استاذ الاب روحي، مع استاذ احمد فلوكس، طالع بتكلم معاه المفروض قبل مشهد اكشن على طول. من هنا بقى اتعرفت ازاي؟ انت رحت خلاص هنا في مسلسل رحيم. هنا كنت طالع الدراع اليمين لاستاذ ياسر جلال، والمفروض ان امن الدوله داخله علينا. انا طبعا ما شايف امن الدوله ولا شايف حد، انا معايا السلاح بتاعي ومتقمص الدور ومتقمص المشهد. بحب المجال بتاعي، بحب الفن جدا، وبحب الاساتذه كلهم وعارف فيه. انت بتعمل ايه، انت اصلا دي شغلانتك. خلاص انت مش داخل تمثل، هي دي اصلا شغلانتك. طبعا يا فندم، طيب طبعا. واتخذت بقى ازاي من الجيم؟ اتخذت من الجيم ان هو عبده انا عايزك معانا في الجارد. نزلت في الجارد، اشتغلت في النادي 3 سنين، اتعرفت فيه، اتعرفت من كل البادي جاردات، بقت يعني مجاملات والكلام ده. بعد دلوقتي هنا بقى عايزك معانا عبده في تصوير، مكالمه تليفون، عايزك عبده معانا في تصوير. نزلت تصوير، اول حاجه كنت مع زعيم عادل امام، طالعين بنخطفه من نزله، بنخطفه من طريق مصر اسكندريه الصحراوي، بنخطفه وبنضربه وشغل اكشن ومطاردات. من هنا بقى بدات اتسمع بقى في المجال. بعديها على طول برده سبحان الله كانت رساله ربنا ليا كويسه جدا، تشجيع ربنا ودعمه ليا. من بعديها على طول اشتغلت مع استاذ محمد فرج، مسلسل تحت السيطرة، طالع برضه بخطفه وبضربه برضه، وشغل اكشن برضه، عاملين شغل كويس ما شاء جدا. الله شغل جميل آه جدا. آه بحب بحب المجال، فبديله حقه، بتقمص الشخصية اللي انا واخدها يعني. طب ايه الصعوبات اللي انت بتواجهها في المجال ده؟
الصعوبات يا فندم ان هي المجال ده عاوز فلوس كتير جدا، محتاج مثلا الحد ده يشتغل على نفسه. انا جت عليا فتره كنت بشتغل بتدرب سباحه، بتدرب فنون قتال، بتدرب ام ام اي، بتدرب جيم، كل التدريبات دي كلها عايزه فلوس كتير طبعًا. جدا. طبعا مع اكل معين، طبعا مع اكل كويس، مع نوم كويس، مع فيتامينات، تشتغل فيتامينات مع مكملات غذائيه. في مكملات غذائيه حضرتك بتتجاب من شركات معتمده ملهاش اي اضرار جانبيه خالص. انا بجيب الحاجات دي حتى لما حد بيجي يقول لي يا كابتن انا مثلا عايز حاجه كويسه ببعته للشركات المعتمده، مش اي حد يروح ينصب عليه او حد مثلا يجيب له حاجه من تحت السلم كده يقول له خد اضرب ده وهو ما يعرفش هو بيضرب ايه اصلا. طب ويعني ايه مكملات غذائيه؟ يعني ممكن اي شخص عادي ياخدها؟ طبعا يا فندم اي حد عادي خالص، ممكن حد مثلا جسمه نحيف عايز مثلا يزود جسمه يزود وزنه، بيروح بقول له مثلا هتروح للصيدليات او تروح مثلا الاماكن اللي الشركات القويه بتاعت كمال الاجسام. ودي ما بتاذيش خالص يا فندم، خالص خالص يا فندم خالص. ده حاجه عباره عن ايه حضرتك؟ فوائد اللحمه والسمك والفراخ دي كلها موجوده في بودر، وحاجه كمان معتمده جايه من بره، جايه من امريكا ومتحلله. حضرتك عايز تتاكد ان الحاجه دي كويسه او لا بتحللها، بتعرف المصدر بتاعها ايه ونسبه الكربوهيدرات بتاعها ايه ونسبه البروتين بتاعتها ايه، وبتطمن على نفسك. انت طبعا عارف ان الحاجات دي كتير، يعني في حاجات تحت السلم وفي حاجات جايه من طبعا يا فندم. طبعا يا فندم. وفي غير كده كمان يا فندم، ده في كمان الاسخن من كده، ان دلوقتي بتستسهل دلوقتي الموضوع. حضرتك عايز تعمل فورمه، تعالى عايز معاك كام؟ معايا مثلا 1000 جنيه، معايا 2000 جنيه، بياخد منه 2000 جنيه ويجيب له مثلا اي حقن، حقنه زيت اللي هي الكافور بتاع الشعر اللي في الصيدليه، ويضربها له عنده في دراعه. بمجرد حضرتك ما يضرب له زيت الكافور دوت، تلاقي الانسان من هنا بدا دراعه يضرب، دراعه يبدا ان هو يضرب، يطلع يحمر، يبقى عايز ان هو يفتح، لازم نروح اعطوه لدكتور يفتحه له. ما كانش كده بينتشر سرطان في جسمه كله، انت واخد ماده جسمك مش عارف تتعرف عليها، فعماله تاذي في الجسم من جوه، بتعمل لك التهابات. ده اللي بيسهل ان هو عايز اي حاجه ومش عارف هو بياخد ايه. يعني ازاي ياخد حقنه مثلا وهو مش عارف الحقنه دي ايه ولا مصدرها ايه؟ طبعا يا فندم. طبعا يا فندم، يعني لازم كمان يروح لحد موثوق فيه، يعني عارف هو بيعمل ايه. اول حاجه استريح للمدرب اللي هو بيتدرب معاه، مش اي حد كده بس يتدرب معاه، مش اي حد ياخد فلوس وخلاص. طبعا الموضوع بقى تجاره كمان. طبعا يا فندم. كنت قابلت حد حضرتك في يوم من الايام، شفته كابتن انا عايز اعمل فورمه كويسه، قلت له بس يا ابني تاكل كويس، اتمرن كويس، استهل بكلامي. قال لك مثلا يعني استهل بكلامي، قال لك مثلا لا كابتن مش عايز اسف، مش عايز مثلا يظبطني يعمل فورمه كويسه. اروح لحد تاني قال له تعالى معاك كام؟ 2000 جنيه. هات، راح واخد منه ال 2000 جنيه، جاب له حقن وجاب له حاجات، دمرت عنده الكلى خالص. بعديها بفتره بسال عليه هو فين فلان الفلاني، قال لي يا كابتن ده جاله فشل كلوي وفي المستشفى وتعبان بسبب الحاجات اللي هو خدها. طب ليه بقى نتكلم في كده؟ الشباب بتجري بقى ورا الشكل ورا المنظر، وانا اظبط جسمي، عندي فورمه، عندي فرح، عندي كذا، بيجري بقى للحاجات دي. فاحنا عايزين ننبهه بيلجا للهرمون، بيلجا للمكمل الغذائي. مفيش مشكله خالص لحضرتك تاخد مكمل غذائي، بس تاخد من حد معتمد، تاخد كويس. اللي انت هتصرفه على الهرمونات كله في حاجه ليها استفاده، يعني دخله مثلا في حاجه ليها استفاده، يعني كل مثلا دخل البيض في وجباتك كتير جدا، كل خضروات كتير جدا، اشتغل على الاسماك، اشتغل على البروتينات بكل انواعها، اصرف على قد ما تقدر. طالما انت عايز تصرف ومعاك فلوس، اصرفها بحاجه عارفها، عارف مصدرها ايه. حضرتك ما تعرفش مصدر اللي انت جايبه البودر ده عباره عن ايه؟ ممكن يجيب لك شويه كاكاو مع شويه اي حاجه، شويه دي اي حاجه يقول لك ده بودر وتفضل اضربه، وهو اصلا ممكن يزودك بالايحاء. يعني حضرتك مثلا يجي لك ايحاء كده، الحاجه دي هتخليني قد كده، فبالايحاء بتاعك تزيد مش بالحاجه اللي انت واخدها. تاكل مثلا فانت تزيد من الاكل يعني. طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. وغير كده كمان ممكن حاجات بس انت تاخدها تعمل لك من هنا حظوات على الكلى، تعمل لك املاح، التهابات في المعده، ما تعرفش هي داخل بتدمر ايه جوه. طبعا يا فندم. طبعا. طيب انت خطتك بقى اللي جايه ايه، او بتعمل ايه حاليا؟ اللي جاي انا بشتغل على نفسي، بشتغل على نفسي، بتدرب دلوقتي حاليا الجيم ان شاء الله الايام الجايه باذن الله. مستني حاجه كويسه كده تيجي، حاجه كويسه كده في الميديا، وبعد كده ابدا بقى اتدرب سباحه تاني، ابدا اكمل كورس السباحه، ابدا اكمل تدريبات الام ام اي والبوكس، كيك بوكس في المنظمه، بتدرب في المنظمه، ابدا ان انا اشتغل على نفسي، اطور من نفسي على قد ما اقدر، اتعلم بقى ضرب النار بقى في الليل، الاماكن بتاعت ضرب النار، حاجات كتيره جدا ابدا ان انا اشتغل عليها. لما بيجي لك دور في التمثيل، انت بتروح له اوريدي خلاص انت عارف شغلك، ولا انت بتتمرن على حاجه معينه؟ لا انا بجرب مثلا، يجي لي مثلا تليفون مثلا مكتب فيه عبده مثلا في اعلان، في مثلا في مسلسل، في فيلم، بروح اول حاجه بفهم الاول، بتفهم الوضع. طبعا بروح الاول، لكن انت ما شاء الله بتبقى متدرب وعارف كل حاجه، فانت عارف تبقى جاهز جدا. طبعا يا فندم، ببقى جاهز جدا وبتقمص الشخصيه. انا مش عبده اللي هو بيمثل، انا شخص ثاني خالص اللي هو صاحب الدور اللي هو بيعمله دوت. حتى حضرتك لو تشوفي حضرتك في مسلسل تحت السيطره، وانا بخطف استاذ محمد فرج من نزل السمان، انا عورته في ودنه ان انا متقمص شخصيه البلطجي اللي انا داخل اخطفك. في دور الضابط مع استاذ خالد زكي في مسلسل القيصر، طالع ضابط امن دوله بالظبط. انا مش واقف قدام استاذ خالد، يعني انا هو شخصيه جميله وشخصيه قويه، بس انا بتقمص الشخصيه اللي انا واخدها، ما بفكرش بحاجه ثانيه خالص. استاذ عبد الحميد حسني الشهير بعبد موتى، انت نورتني، ربنا يوفقك يا رب. انا اكتر والله، وربنا يوفقك وتحقق كل احلامك. ربنا يحفظك يا استاذ. اعزائي المشاهدين، كنت مبسوطه جدا ان انا معاكم، الى اللقاء في حلقه جديده.